انا ده اشرف ودي قناتي ذا ريدنج يونيكورن، رجعت لكم فيديو جديد. بعتذر على الغياب، بس ما كنتش اقدر افوت فرصه ان انا اتكلم عن الكتب المفضله ليا في 2020 حتى لو متاخره شويه. الفيديو ده كان خطتي ان هو ينزل في اخر ديسمبر، بس ما لحقتش اصوره واعمل له اديت. فحاليا قررت ان اجمع كل الكتب اللي عجبتني، وهي كتب كتيره شويه. عاده بحاول اقتصر 10 كتب، او انا بقالي كذا فتره من السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها كمان بعمل جو اسئله او جوائز للكتب، وكل سؤال او كل جائزه بيكون بيفوز بيها كتاب واحد. بس قررت ان انا دي طريقتي ان انا ارشح لكم كتب مختلفه لمختلف القراء، لمختلف الاهتمامات. فدي طريقتي في ان انا ارشح لكم اكبر عدد ممكن من الكتب اللي قراتها خلال السنه. فكل سؤال هيكون له اكتر من كتاب واحد برشحه، فامل ان الترشيحات دي تعجبكم. وانا مش هكتب كل كتاب في ديسكريبشن بوكس، بس هسيب لكم لستة او قائمة للجود ريدز انا هجمع فيها كل الكتب دي، فتقدروا تدوسوا على اللينك بتاعها وهياخدكم للقائمة دي. وعندي على الجود ريدز فيها كل الكتب، وطبعا اغلب الكتب دي افتكر كلها كتبت عنها برضو ريفيوهات بعد ما قرأتها. فيعني لو عايزين تعرفوا منها اكتر او تكون تلاقوا القائمه دي متجمعه، عشان انا مش هكتب كل العناوين في الديسكربشن بوكس، هتلاقوا اللينك ده في الديسكربشن بوكس. فهنبدا باول سؤال، واول سؤال هو اكتر كتاب عاطفي، اكتر كتاب مؤثر عاطفيا. فانا اخترت 4 كتب في القائمه دي، في منهم كتابين معايا، كتابين قرأتهم ورقي. فأول واحد منهم هو رواية مثل إيكاروس لأحمد خالد توفيق. دي من روايات أحمد خالد توفيق القليلة اللي قرأتها بعيدا عن سلسلة ما وراء الطبيعة وغيرها. أنا ما قريتلوش كل كتاباته الروائية اللي أصدرها بعيدا عن ما وراء الطبيعة، أغلب قراءاتي ليه كانت نون فيكشن اللي هو المقالات بتاعته. لكن الرواية دي كئيبة وبائسة جدا، ويعني اللي كانوا فاكرين يوتوبيا بائسة فدي بائسة اكتر من يوتوبيا. بس الفكرة اللي عجبني فيها فكرة الفانتازيا اللي داخلة فيها. فكان الرواية دي احداثها بتدور في سنة 2020، وبنقابل فيها شخصية رئيسية، شخصيتين رئيسيتين، شخص قادر على انه يعرف الزمن، عارف ايه اللي هيحصل في المستقبل، قدر يجمع بطريقة ما قدرة ان هو يعرف ايه اللي هيحصل في المستقبل، وده بيجبره ان هو يلتزم الصمت لان هو مش قادر يتحمل عبء المعرفة دي، والدكتور النفسي اللي بيبدأ يتابعه واللي بيبدأ يتابع حالته. رواية بائسة جدا، فيها بعض المشاهد السوداوية قوي، بس صراحة عجبتني وده اللي خلاها تبقى بالنسبة لي عاطفية جدا. رواية تانية عندي ورقية وكانت عاطفية جدا بالنسبة لي هي رواية صوت الغراب لعادل عصمت. عادل عصمت ده من الكتاب المصريين اللي انا بحبهم جدا، كنت قريت له حكايات يوسف تدرس وعجبتني جدا. عندي لي لسه اعمال تانية ما قرأتهاش، بس قريت صوت الغراب دي. وصوت الغراب دي بكل بساطة بتتكلم عن شخص بيعاني من الاكتئاب الحاد جدا من هو صغير، وطريقة تجسد الاكتئاب ده، طريقة تجسيد الاكتئاب ده بصوت الغراب، وتجسيد الغراب ذات نفسه في الرواية مؤثر قوي. رغم ان الرواية مش طويلة جدا وخلصتها بسرعة، لكنها علقت معايا جدا. طفل بنبدأ نتبعه وهو صغير لحد ما يبقى شخص كبير، والألم اللي بيمر بيه، ورغبته في الطيران لما بيشوف الغراب، والحياة العائلية المريرة نوعا ما اللي بينشوفها هنا. كتاب بحسه معبر عن مصر قوي. حاجتين تانيين كانوا مؤثرتين جدا بالنسبة لي، بس مش معايا منهم نسخة ورقية، هما روايتين. رواية رجال في الشمس لغسان كنفاني، ودي كانت أول مرة أقرأ لغسان كنفاني السنة دي. الرواية صغيرة جدا فأنا مش هتكلم عنها كتير، بس هي تتبع قصة 4 أشخاص بيحاولوا يهربوا من فلسطين للكويت على ما أتذكر، والمصاعب والظروف المختلفة لكل شخص منهم اللي بتقوده ان هو يقطع الرحلة دي، وايه اللي بيحصلهم في الرحلة دي. انا مش هتكلم عنها كتير غير انها مؤلمة قوي، والصراحة لانها قصيرة قريتها برضه في يوم واحد، ورغم انها يعني قصيرة بس مؤثرة قوي. واخر كتاب مؤثر هتكلم عنه هو ذا سيمبتايزر، واكتشفت ان له جزء تاني، ما كنتش عارف ان دي المفروض سلسلة وليها اجزاء، بس اكتشفت ان له جزء تاني. دي رواية عن فيتنام وعن الحرب الفيتنامية وعن تدخل امريكا في فيتنام.
روايه شاسعه جدا بتدور في فيتنام، جزء منها بيدور في فيتنام وجزء منها بيدور في امريكا. اتكلمت عنها في واحد من فيديوهاتي كتب من حول العالم. لو في كتب، لو في كتب من دي متكلمه عنها في فيديوهات بشكل مطول اكتر، هسيب لينك لينكات الفيديوهات في الديسكربشن عشان تعرفوا عنها اكتر. بس دي كانت مؤثره جدا لانها موضحه جدا تاثير حرب، تاثير امريكا على فيتنام بشكل كبير جدا. بعد كده الكتب المميزة، الكتب المميزة سواء في قصتها او في الفورمات بتاعتها او اي او العالم بتاعها. فانا اخترت 3 كتب، واول كتاب منهم هو Welcome to the Night Vale. Welcome to the Night Vale ده دي سلسلة كتب مستوحاة من بودكاست موجود على النت، هسيب اللينك بتاعه في description box. بيتكلم عن احداث غريبة وبتدور في مدينة اسمها The Night Vale. The Night Vale دي اعتقد اللي بيحبوا Stranger Things هيحبوا جدا الجو بتاع الحاجات دي. بس الفكرة انها فانتازيا لأبعد الحدود، غرائبية جدا، يعني محتاجين تنفصلوا عن الواقع تماما تماما عشان تصدقوا كل الحاجات اللي بتحصل هنا. بس استمتعت بيها جدا جدا. دي اول رواية من 3 روايات حتى الان، وكمان في 4 كتب مجمعين فيها البودكاست بتاعتهم. عندي كل الحاجات دي ولسه ما قريتهاش كلها. انا متحمسه جدا، انا عايزه اقرا الشهر كامل ان انا اقرا السلسله دي. بس عجبتني جدا، العالم بتاعها غرائبي جدا، اقدر اقول ان هو اكتر كتاب مميز قريته. والكتاب التاني المميز اللي قريته هو كوميكس اسمها سوبر ميتنت ماجيك اكاديمي. هوريكم ستايل الكوميكس من جوه عامله ازاي. هي كوميكس ابيض واسود. الفكره من اسمها انها أكاديمية سحرية بنتبع بعض الطلبة فيها، وغرائبية جدا. يعني لو كان هاري بوتر، بس هاري بوتر غريب قوي لأبعد الحدود الصراحة. الكوميكس غريبة بشكل مش كل الناس هيقدروا يتقبلوا الغرابة بتاعتها، بس أنا بحب الحاجات الغريبة فأنا استمتعت بيها جدا. والكتاب الثالث المميز بالنسبة لي، أنا مش عندي رغم إن أنا عايزة أشتريه، لأن هو الكتاب من الحاجة المميز من الحاجات المميزة فيه إن هو بيتقرا بطريقتين، وأنا قريته بطريقة والطريقة التانية مش عايزة أقراها غير لما أشتريه نسخة ورقية. هي رواية كروسينجز ولي كاتب أليكس لاندرجين، وده كانت بالنسبة لي اكتشاف عظيم جدا. دي رواية الكاتب الأولى وقريتها صدفة من غير ما أكون عارفة عنها أي حاجة، وأول ما قريتها قبل ما أخلصها كنت متأكدة انها هتبقى واحدة من الكتب المفضلة خلال العام. الرواية فيها جانب فانتازيا وفيها جانب خيال علمي وفيها جانب رواية تاريخية وفيها جانب ديني، فيها جانب مختلفة جدا. بس الفكرة الرئيسية بتاعتها انها بتبدأ بشكل مخطوطة، اتبعتت لواحد عشان يكتبها يعمل منها كتاب، وبتتكلم عن كروسينجز. كروسينجز دي اللي هي القدرة السحرية، ان انت لو بصيت في عين شخص قدامك لوقت طويل كام دقيقة تقدر تدخل جوه جسمه. في كذا شكل مختلف من الكروسينجز. في كروسينج ان انت الشخص اللي قدامك هيفتكر ان انت دخلت جوه جسمه وهيحاول يطردك بره جسمه. في كروسينجز تانية ان الشخص اللي قدامك مش هيفتكر اي حاجة تانية من حياته. في ان انت تقدروا تبدلوا الاجسام مع بعض. يعني عالم مميز جدا جدا. الفكرة بنتبع شخصية بتعيش نوعا ما الأبد في نظرة مميزة جدا للخلود، وشخصية خالدة، فبتبدأ تدخل من شخصية لشخصية لشخصية، لكن بتفضل محتفظة بنفس ذكرياتها بالإضافة لذكريات الشخص الأجساد اللي هي بتدخلها. القصة مميزة قوي قوي واستمتعت بيها جدا. بعد كده الكتب المضحكة اللي ضحكتني جدا، الاثنين مش عندي منهم نسخة ورقية. في كتاب Meant to Avoid in Art and Life. الكتاب من اسمه بيتكلم عن كتاب ساخر. المميز فيه ان الكاتبة او المؤلفة بتاعت الكتاب بتجيب لوحات كلاسيكية شوية وبتكتب عليها ميمز، او بتكتب بيها بتسخر فيها من الرجال اللي في حياتها اللي هم بيحاولوا يقيدوها او يتريقوا عليها او يقللوا من قدرها او اي حاجة. احاول الاقي صور للكتاب ده على النت عشان اوريكم شكل الكتاب من جوه عامل ازاي، بس ضحكني جدا جدا. الكتاب التاني ضحكني هو My Little Occult Book Club. الكتاب ده مش اي حد هيحبه. اللي بيحبوا حاجات الرعب واللي بيحبوا الجو التمناتي شوية هيحبوا الكتاب ده. الكتاب ده معمول مجرد تخيلات لحاجات مرعبة بس بشكل كتب الأطفال القديمة. أنا مش عارفة أشرح أكتر من كده، فحاول أن أنا ألاقي شوية صور وأحطها قدامكم عشان تتخيلوا شكل الكتاب بيكون عامل إزاي. ده حجني جدا جدا. بعد كده أحسن كفرات، في كفرات كتير حبيتها لكتب مش عندي، بس قررت أن أنا أقتصر في
في السؤال ده على الكتب اللي عندي اللي انا قدرت اشوف كفراتها ريال لايف. الكفر اول كفر عجبني جدا هو كفر ذا جنجل بوك. طبعا جنجل بوك غني عن التعريف، بس دي كانت اول مره اقرا الكتاب كله. الكفر ده كفر سلسله من ليما اللي هم بيعملوا الستريشنز لكلاسيكيات الاطفال، وانا عندي المجموعه بتاعتهم كلها، لسه ما قريتهاش كلها بس دي اول واحده قريتها اللي هي ذا جنجل بوك، والصراحه الكفر بتاعها جميل جدا جدا. وحتى الانتاج الداخلي لمجموعه الكلاسيكس دي، الانتاج الداخلي ليها جميل جدا، يعني هي الصراحه مجموعه مميزه قوي للي بيحبوا الكلاسيكيات وعايزين يجمعوا نسخ حلوه من الكلاسيكيات بتاعت الاطفال، فهم حتى الان عندهم تشكيله كبيره عملوها. بعد كده الكفر الثاني اللي حبيته هو كتاب فانجز لسارة اندرسون، ده الكفر بتاعه. الكتاب كمان من جوه حلو جدا، دي عباره عن مجموعه كوميكس. سارة اندرسون معروفه بانها بتكتب سلسله Adulthood is a Myth، معروفه بالكوميكس دي، بس دي اول كتاب تصدره لحاجه مختلفه جدا، ودي عباره عن قصه حب ما بين بنت فامباير، بنت مصاص الدماء، وولد مستذئب. كيوت قوي قوي رغم ان الكتاب صغنون، بس صراحه الكفر بتاعه حلو جدا، والانتاج الداخلي بتاع الكتاب الصفحات شكلها اسود من هنا. ده مثال تاني دي الكوميكس من جوه، الكتاب حلو قوي. الكتاب الثالث اللي حبيت الغلاف بتاعه هو هارتلس لماريسا ماير. الكفر ده ذات نفسه حلو جدا، ودي ريتيلينج لأليسن وندرلاند، بتركز على قصة الايفل كوين، بس الحلو فيه قوي الغلاف من تحت الداس جاكيت. فصراحة انا بحب الغلاف ده جدا، وكانت مفاجأة ليا ان انا لقيت الغلاف شكله كده من تحت الداست جاكيت. بعد كده افضل الروايات المعاصرة، يعني حاجات مودرن، واخترت ثلاث اجوبة، ثلاث كتب في السؤال ده. واول واحد فيهم هو رواية The Kiss Quotient. The Kiss Quotient دي رواية رومانسية، ودي بداية سلسلة بتركز على شخصيات مختلفة من نفس النطاق. عندي الكتاب التاني ولسه الكتاب التالت هجيبه. حبيتها جدا جدا، دي رواية رومانسية بتتركز على استيلا عندها شكل من اشكال التوحد، بس فكرة انها عبقرية في مجال الرياضيات وفي مجال شغلها، بس ما بتعرفش تتعامل مع البشر ومع الناس بشكل كويس، ما بتعرفش تبقى في علاقة، فبتأجر مايكل، بتوظف مايكل ان هو بيعلمها ازاي تكون في علاقة رومانسية مع شخص تاني، بس المشكلة ان هما بيبدأوا يحبوا بعض. ده مش حرق احداث لان هو الصراحة ده متوقع فيه رواية رومانسية، فانا استمتعت بيها جدا جدا جدا. بعد كده الحاجتين الكونتمبريت تانيين مش رومانسيين، بعد كده اللي هي My Sister Serial Killer دي وينكم بريثويت. الرواية دي كانت ممتعة جدا جدا، قصيرة وخدت هايب كبير جدا السنة اللي فاتت كمان لما نزلت. انا اتكلمت برضو عنها في فيديو، فانا هسيب اللينك بتاع الفيديو اللي بتكلم عنها في اكتر في ديسكريبشن بوكس. بس ببساطة هي بتتكلم عن اختين، اخت منهم متخصصة انها تقتل الرجال او بالذات اللي هم الاكس بوي فريندز بتوعها، والاخت التانية مهمتها في الحياة انها تساعد اختها في اخفاء الجثث وانها تداري على جرائمها. بس طبعا الموقف بيبقى صعب شوية لما الاخت القاتلة بتبدأ تبقى معجبة بالبنت بالراجل اللي اختها اللي بتساعدها في اخفاء الجثث بتحبه، والدراما اللي بتحصل ما بينهم بسبب ده. وتالت رواية كونتمبرري قريتها، واحدة من الحاجات اللي قريتها في اخر السنة تقريبا، قريتها في ديسمبر، وحبيتها جدا جدا جدا، اللي خلت فرانسيس شا واحدة من كتباتي المفضلات، وهي If I Had Your Face، دي روايتها الاولى، ودي بتدور احداثها في سول في كوريا الجنوبية، وبنتبع اعتقد اربع بنات او خمس شخصيات رئيسيات في حياتهم في كوريا الجنوبية وفي مدينة سول، وفي تركيز كبير جدا على صناعة وعلى تجارة عمليات التجميل اللي مهووسين بيها في كوريا الجنوبية. في تركيز بشكل كبير جدا على الموضوع ده في الرواية دي بشكل حلو جدا، تجسيدها والتعبير عنها في الرواية دي حلو جدا جدا. انا ناوية اتكلم عنها في فيديو اكبر وفيديو مفصل، بس انا استمتعت بيها جدا 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 جدا. فيها كمان تركيز على الفرق ما بين العائلات،
العائلة اللي بيكونها الشخص نفسه لما بيبعد عن عائلته وعائلة الشخص اللي بيتولد لها، واللي ساعات انها ما بتكونش هي العائلة الامثل ليه. كل واحدة من البنات كانت مميزة جدا، ومن الشخصيات كانت مميزة جدا، ما حسيتش ان في تشابه كبير جدا ما بينهم، او ان انا بقرأ نفس الشخصية بس باسامي مختلفة. فانا استمتعت جدا انها قدرت تميز ما بين الشخصيات بالشكل ده. بعد كده افضل كوميكس، اخترت ثلاث كوميكس حبيتها جدا السنة دي. اول واحدة منهم هي كوميكس واتشمان لألان مور وديف جيبنز. انا برضو ما كنتش اعرف ان دي ليها سيكول، بس لحسن الحظ قدرت اشتري السيكول، فاعتقد هوبلي يعني ان انا هقراه خلال السنة دي. بس واتشمان اعتقد هي كمان بقت مسلسل اتش بي او، اعتقد مسلسل قصير شوية، ما لسه ما اتفرجتش عليه. انا قريتها عشان لما هكون عايز اتفرج عليه اكون حابة اكون قرأت الكوميكس قبل كده. بس الكوميكس دي بكل ببساطة بتتتبع السوبر هيروز في جانب المظلم ليهم، ايه اللي يحصل لو السوبر هيروز مش اخيار ومش طيبين طول الوقت، يعني الجانب المظلم للسوبر هيروز معنى صح. انا استمتعت بيها جدا، مظلمة قوي، وانا متحمسة ان اقرأ الجزء التاني، يعني ما كنتش عارفة ان ليها جزء تاني. بحاول اشوف مثال لشكل الكوميكس عاملة ازاي. ده شكل الكوميكس طبعا ملونة من جوه. الكوميكس التانية اللي قريتها واستمتعت بيها جدا كوميكس كورالاين لنيل جيمن. انا ما قرأتش كورالاين الرواية، بس اول تجربة اللي هي اقراها كانت في الكوميكس دي، واللي سمعته كمان ان هشام فهمي هيترجم الكوميكس دي للعربية. فاعتقد اللي منتظرين ان هم يقروا الكوميكس دي او اللي هتعجبهم من كلامي عنها ممكن ينتظروها باللغة العربية. الكوميكس دي ببساطة تجسيد ليه قصة كورالاين لنيل جيمن. انا ما كنت شفت فيلم الانيميشن من فترة طويلة، وفيلم الانيميشن اسلوب الرسم بتاعه كيوت شوية، لكن دي سوداوية ومظلمة وتليق قوي بالقصة. القصة دي بتتبع كورالاين اللي بتنقل مع اهلها البيت جديد، ومن ملالها وان اهلها مش ملتفتين ليها بتلاقي باب سحري بيقودها لعالم موازي، وبتلاقي فيه شبيه لباباها ومامتها بس العالم مختلف شوية. بعد كده سؤال، احسن كتاب فانتسي. انا قريت حاجات فانتسي كتير حبيتها، بس مش عايز اكرر الاجوبة هنا، فحبيت ان انا اجيب كتاب ما اتكلمتش عنه، وهو رواية كوميهو وكت فوكس من سلسلة كوميهو لي كاتشو. دي رواية فانتسي واي اي مستوحاة من الميثولوجيا الكورية، عن شخصية الكائن الخيالي كوميهو اللي هو عبارة عن بنت بتقدر تتحول لثعلب بتسع ديول، ومشهورة بانها بتموت الرجال، بتستخدم جمالها عشان تستدرج الرجال وتموتهم. القصة دي بتتبع بنت اللي هي كوميهو، وهي بنت في الثانوية، وبتتعامل مع مختلف الشخصيات المخلوقات الخيالية من الميثولوجيا الكورية، وبتقع في حب الولد ده، وازاي ان العلاقة بتاعتهم ممكن تقضي عليهم هما الاثنين. في جزء تاني وانا متحمسة جدا ليه، وامل ان انا اقراه السنة دي كمان عشان اخلص السلسلة دي منها جزئين بس. ممتعة قوي قوي، يعني الرواية مش قصيرة بس مش طويلة جدا، بس قدرت اخلصها بسرعة لانها فعلا ممتعة قوي. بعد كده احسن كتاب خيال علمي، قررت ان انا اختار سلسله كامله. انا ما قريتش خيال علمي كتير، بس السلسله دي من احسن كتب خيال علمي اللي قريتها، وهي سلسله ذا لوميني فايلز. السلسله دي مش هقدر اشيلها كلها، فهشيل كتاب واحد بس منها. ذا لوميني فايلز دي سلسله من كتابه ايمي كوفمان وجاي كريستوف. السلسله اول حاجه بتتمتع بجانب المالتي ميديا، انها مكتوبه بطريقه مختلفه شويه، فيها بعض الصور، فيها تسجيلات، فيها شاتس، في ايميلات. ده مثال للصور، فمكتوبة بطريقة ممتعة قوي، بتخلي قراءة الكتاب كبير زي ده تعدي في يومين لو عرفت تكرس لها بعض الوقت. السلسلة دي كلها بتتبع، انا مش عارف احرق احداث بقيه الكتب، بس هتكلم عن اول كتاب. بنتبع سكان مستعمره في الفضاء اسمها كرينزا، وبيتعرضوا لهجوم من شركه اسمها بايتك. الشركه دي بتهاجم وبتقتل اللي بتقتلهم، بس لحسن الحظ بيكون في اسطول بالقرب من المستعمره دي، وبيقدروا ينقذوا بعض الناس من المستعمره.
بنتبع على مدار الثلاث كتب دي رحلة الناس اللي تم إنقاذهم ورحلة الناس اللي لسه على كرينزا ومحاولات الأبطال في كل كتاب من دول ليه بطلين زيادة. هنا الكتاب ده إزرا وكيدي، والكتاب الثاني هانا وناك، والكتاب الثالث أشاوريس. كل واحد فيهم بيضافوا للشخصيات اللي بعد كده، بس الهدف الرئيسي بتاعهم ان هم يجمعوا المستندات دي كلها على شهدوا الشركة بايتيك على اللي هي عملته، خصوصا انها بتحاول تخفي اثار فعلتها. الروايات مثيرة جدا، فيها احداث ادرينالين فظيعة، كنت بكون على اعصابي مع كل كتاب، فانا كنت مستمتعة جدا جدا وانا بقرأ الروايات دي. بعد كده احسن شخصية وبلد. احسن شخصية عجبتني من كل الشخصيات الرواية هي شخصية ايدن. ايدن ده شخصية من شخصيات سلسلة، بس الكتاب تاني، من سلسلة شخصيات The Illuminati Files، وهو شخصية الاي اي او الذكاء الاصطناعي المريب والمخيف شوية، بس انا كنت بستمتع بيه جدا جدا، وطريقة كلامه معاهم والساركازم بتاعه استمتعت بيه جدا كشخصية. للأسف نوفيلا قصيرة هو البطل بتاعها، بس عشان هي كانت ليميتد اديشن الكترونيك، بس مش عارفة اوصل لها عشان اقراها، وخصوصا ان هو البطل بتاعها، فانا زعلانة جدا ان انا مش عارفة اقرا كتاب مخصص ليه هو لوحده. اما اكتر شخصية بنت عجبتني هي شخصية كلارا من رواية The House of the Spirits لإيزابيلا ليندي، بس كلارا بالذات علقت معايا قوي. انا اتكلمت عن الرواية دي بشكل كبير قوي في فيديو واحد من فيديوهات كتب من حول العالم، فهسيب اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس عشان ما اتكلمش عنها كتير قوي، بس دي كانت فعلا فعلا واحده من روايتي المفضله. بعد كده كاتب اكتشفته واكتشفت انا قد ايه بحبه، هو ديفيد ميتشل، وده كاتب مختص شويه في الرعب والكتابات الغرائبيه. انا قريت له روايه سليد هاوس، وسليد هاوس دي بكل بساطه بتتكلم عن سليد هاوس اللي هو منزل، كل 9 سنين بيستدرج اشخاص معينين لسبب ما بنكتشفه لما بنقرا الروايه دي، عشان لأسباب هتكتشفوها لما تقرا الرواية. مش عايزة اتكلم عنها كتير، بس تعرفوا ان هو كل فصل كل 9 سنين البيت ده بيستدرك حد مختلف لسبب مختلف، والأحداث الغريبة والمخيفة اللي بنشوفها. الفكرة ان احنا عارفين ان كل 9 سنين الموضوع ده هيحصل، بس بنتفاجئ وبنتخض، يعني انا فعلا بيفكرني نوعا ما بذا بوك ثيف، اللي هو كان نوعا ما في اول كل فصل نوعا ما يقول لنا ايه اللي هيحصل في اخر الفصل، بس برضو لما اجي اقرا اللي بيحصل في الفصل اتفاجئ. فانا مش كتاب كتار بيقدروا يعملوا الحركه دي، بس اللي بيقدر يعملها كويس بيبقى تطلع حلوه جدا. بعد كده انا قريت شعر كتير، شعر معاصر كتير، فقررت ان اختار واحد شعر معاصر عجبني، فاخترت مجموعة اسمها Somebody Give This Heart a Pen لصوفيا ثاكور. المجموعة الشعرية دي ده شعر معاصر حديث شوية، بيركز نوعا ما على أزمة الـ Black Lives وعلى أزمة حياة الشخصية دي كواحدة من السود، وبيتكلم عن المشاكل الاجتماعية اللي بتتعرض لها. اسلوب الكتابة بتاعها عجبني جدا، فده خلاني أحب المجموعة دي. بعد كده أحسن كتب الـ Historical Fiction أو الروايات التاريخية، واحدة بس منهم عندي هنا وهي برضو رومانس، هي Bringing Down the Duke لإيفي دامور. ده الجزء الأول من سلسلة كلها بتتتبع اسم السلسلة A League of Extraordinary Women. كل سلسلة منهم بتتبع شخصية مختلفة من حركة السوفرجيت أو مناصرة حقوق المرأة في بريطانيا، وقصة رومانسية بتاعتها. دي كانت أول واحدة قريتها، وقريتها صراحة إلكترونية بس حبيتها جدا جدا، فحبيت أن أنا أشتريها عشان عايز أقراها تاني وأعملها نوتيشن. وعندي الجزء التاني عايز أقرأه قريب، لأنه الجزء التالت أفتكر هينزل السنة الجاية أو السنة دي، لسه طبعا مواعيد النشر مختلفة، بس أنا استمتعت بيها جدا، رومانسية وفي نفس الوقت فيها كلام كتير عن حقوق المرأة، فبتجمع حاجتين أنا بحبهم جدا جدا في كتاب واحد. والكتاب التاني الهيستوريكال فيكشن اللي حبيته قوي هو كتاب هوم جوينج ليا جيسي. هوم جوينج ده كان
يعني كان واخد ضجة كبيرة جدا السنة اللي فاتت، بس ما لحقتش اقرا السنة اللي فاتت، قريته السنة دي وكنت استمتعت بيه جدا جدا جدا. واعتقد برضو ان انا اتكلمت عنه في فيديو واحد من فيديوهات كتب من حول العالم، فهسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس، عشان انا بدأت احس ان الفيديو بدأ يطول، فانا مش عايزة الفيديو يطول جدا. الفكرة ان يا جيسي يعني انتجت في الكتاب ده، قدرت تقدم في الكتاب ده تاريخ للاستعمار والاستعباد والعبودية في امريكا، يعني في 300 صفحة تقريبا، رواية 300 صفحة، اللي كتب تاريخية كتيرة بتحتاج اكتر من كده علشان تقدمه. اللي بتتبع في الرواية دي نسل اختين مختلفتين بيختلف مصيرهم بسبب قراراتهم المختلفة، واحدة منهم بتتجوز واحد من ملاك العبيد البيض، واحدة تانية بيتم بيعها كإحدى العبيد. وكل فصل هو نسل الأختين دول، فالأولاد بتاعهم والأحفاد وهكذا. وبنشوف على مر الأعوام ما بين غانا وأمريكا، غانا هما الاتنين أصلهم من غانا وأمريكا، لما بيروحوا لأمريكا لأسباب مختلفة، سواء واحدة تم بيعها كإحدى العبيد اللي اتبعته لأمريكا، واحدة تانية سفر نسلها لأمريكا. بنتابع فعلا نظرة المجتمع البيض للسود، والعنصرية جوه السود نفسهم، يعني الطبقية مش العنصرية، الطبقية ازاي كانت موجودة مع السود مع بعضهم البعض حتى هما في غانا، وازاي اتنقلت معاهم لأمريكا، ازاي الاستعباد والعبودية كانت افكار متأصلة جدا في الفكر الامريكي وما زالت حتى الان. انا فعلا فعلا برشح الرواية دي، ودي واحدة من المثال اللي انا بقول الرواية دي فعلا بتوضح كتير قوي حاجات ممكن كتب تاريخية ما تعرفش توضحها بنفس الدقة والاسلوب الجميل، فانا فعلا برشح الرواية دي. بعد كده احسن كتب غير روائية قريتها، هرشح لكم كتابين، هما كتابين الصراحة مهمين جدا، نتكلم عن نفس النطاق برضو. كتاب كاست لإيزابيل ويلكرسون، ده بيتكلم عن الطبقية في المجتمع الأمريكي، وبياخد مثالين مهمين جدا، الكاتبة بتقارن الطبقية في المجتمع الأمريكي بالطبقية في المجتمع الهندي والطبقية في ألمانيا النازية، وإن إزاي في معلومة ما كنتش عارفها، إن هتلر كان بص لأسلوب الطبقية في أمريكا وبدأ يطبقه في أسلوب حكمه، فده يوضح لكم قد إيه الطبقية في أمريكا كانت سيئة جدا لدرجة أن هتلر يقتدي بها. كتاب مهم جدا جدا، ما افتكرش أنه هو ترجم حتى الآن، لكنه مهم قوي قوي. وكتاب الغير واقع التاني هو كتاب A Room Funds Only فيرجينيا وولف، مقالة فيرجينيا وولف الأشهر، أو كتاب محاضرتها الأشهر عن حاجة المرأة لأن يكون ليها دخل خاص بيها وغرفة تخصها للإبداع، لأن الإبداع ده مش مجرد رفاهية بل هو حاجة ليها زي ما هو بالظبط حاجة للرجل. الناس بتعتبر أن السيدات مش محتاجين يبدعوا، والسيدات مكانهم المطبخ، بس فيرجينيا وولف بتتكلم هنا عن حاجة النساء للحاجات دي وإزاي، وبتاخد أمثلة من كتاب مختلفين على مر عصور، جين أوستن واحدة أمثلة هنا، وبتاخد أمثلة برضو كتاب ذكور يعني زي شكسبير وتولستوي، وبتفكر واحدة برضو من الأخوات برونتي، بتفكر إنتاجهم وإبداعهم كان هيبقى عامل إزاي لو خدوا نفس الفرص وخدوا نفس الحرية اللي كانت لي موجودة مثلا الواحد زي شكسبير أو تولستوي في عصرهم. كتاب مهم قوي قوي قوي. بعد كده بيست سايد كيكس، سايد كيكس اللي هو الشخصيات الجانبية، في كتب كتيرة حبيت فيها الشخصيات الجانبية، مجموعة الأصدقاء كانت بتبقى مؤثرة قوي فيها. واحدة منهم هي رواية The Perks of Being a Wallflower لستيفن شابوسكي. الأصدقاء هنا هم محور القصة، هم اللي بيساعدوا تشارلي ان هو يلاقي طريقه في الحياة. يعني انا فعلا بحب القصص اللي بيكون فيها الأصدقاء هم محور الأحداث فعلا. أصدقاء شارلي هنا هم اللي بيساعدوا يتخطى مشاكل كتير نفسية بيعاني منها في حياته، فأنا فعلا بحب مجموعة أصدقاء تقدر تساعد شخص بالطريقة دي. ومجموعة أصدقاء تانية بحبها لمجرد أنها ممتعة القراءة بتاعتهم، هي مجموعة أصدقاء في سلسلة سايمون سنو، وبالذات في كتاب ويورد سان اللي قريته السنة دي. ويورد سان، سلسلة سايمون سنو دي الناس بيقولوا أنها نسخة من هاري بوتر، وأنا فعلا لما قرأت الكتاب الأول حسيت أن هو نسخة فعلا من هاري بوتر، بس مع الكتاب التاني ويورد سان ده بتبعد شوية عن جو هاري بوتر، وبيبقى كتاب
تبقى سلسلة منفصلة بذاتها شوية. سايمون سنو هنا اللي هو الغلاف ده ساحر، وصديقه باز مصاص دماء، وبنتابع يومياتهم واحداث حياتهم. كتاب طبعا وايورد سان ده الجزء الثاني من السلسله، فطبعا لازم تقروا الجزء الاول. بس انا استمتعت جدا بالشخصيات هنا، بنلوبي و اجاثا اللي هم الصديقتين بتوعهم، وفي بعض شخصيات تانية بيتعرفوا عليها في الكتاب ده. اعتقد ده حاجه من الحاجات اللي بحبها في النسخه دي، ان فيها صوره لمجموعه الاصدقاء الرئيسيه في الجزء ده، فانا بحب جدا مجموعه الاصدقاء دي. واخر كتاب، يعني ناس كتير هيستغربوا ان انا حطيت الكتاب ده في المفضله، في كتبي المفضله، لان انا كنت بشتكي منه بشكل كبير جدا طول ما انا بقراه. بس ما اقدرش انكر ان مجموعه الاصدقاء او مجموعه الشخصيات هي كانت اكتر حاجه مؤثره فيه، وهو كتاب ذا ماستر اند مارغريتا. انا اشتكيت منه لان هو انا حسيت ان هو زي ما بيقولوا في الانجليزي كده all over the place، حسيت ان هو كتاب خيالي على ديني على سحر على تاريخي، بس مش بالشكل اللي انا بحبه. بس ما اقدرش انكر ان الشخصيات وبالذات نسيت اسمه، بس اللي هو القط الشرير ده اللي هو صديق سيتن، صديق الشيطان، القط ده كان واحد من شخصياتي المفضلة على مدار العام، وفضلت افكر فيه. فحسيت ان اوكي الشخصيات كانت مميزة في الرواية دي، حتى ان ما كانتش الرواية دي مفضلة جدا ليا. واخر حاجة هرشحها، وهرشحها سريعا جدا عشان الفيديو تطول، هي كتب الاطفال. انا قريت كتب اطفال كتيرة، بس دي بعض الترشيحات ليكم لو حابين لنفسكم حاجات دي انا بعتبرها حاجات لطيفة للبالغين، مش لازم تبقى الاطفال بس، خصوصا انها قراءات خفيفة، او لاطفال عايزين تجيبوا لهم قصص. اول حاجة كاتس كافيه، دي مجموعة كوميكس مختلفة بتتكلم عن صراعات الحياة ومواجهتها بشكل كيوت قوي، عن عبارة عن حيوانات شكلها كيوت قوي. في كيتي اند دراجون، دي قصة قطة بتصادق تنين وبيعيشوا مع بعض، قصة كيوت قوي قوي. في بعد كده فرانكي كوميكس، دي كوميكس عن قطة ويومياتها مع البشر بتوعها. واخر كتاب هو ويندو، ده عبارة عن بنت بتمشي في الشارع وبتشوف شبابيك مميزة وبتتخيل ايه اللي جوه الشبابيك دي، الأوضة من جوه عاملة ازاي، طريقة الرسم بتاعتها جميلة جدا. هحاول برضو كل الكتب دي اوضح لكم صور ليها علشان تتخيل شكلها من جوه عامل ازاي. دي كانت كتب اطفال استمتعت بيها جدا، اعتقد ان كلها متاحه اونلاين، انا قريتها كلها عن طريق موقع نت جالي. فبس دي كل كتبي المفضله لعام 2020.